وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. شكون في أموالهم حق؟ اللي عندهم فلوس. مش مزية. سو لي با اون فافور. تدوا. هذا عملناه في تونس. هذا يعمله رئيس ملايين في تونس. وهذاك علاش ما عادش عندنا في تونس؟ معناها تفاوت بين الجهات. ما عادش كيما كان قبل يتحكوا معناها قفصة شيء وسيدي بوزيد شيء وبنزرت شيء وسوسة شيء وسقط شيء. سفيرين كل كيكي. الكليات والمعاهد العليا والطرقات والسيد الرئيس حفظه الله في المدة الأخيرة باش يزيد يواصل الطرقات السيارة حتى لسيدي بوزيد وحتى القصرين وحتى القفصة. قال بأن الموضوع هذا بتاع التنمية وموضوع التشغيل فما ناس مستثمرين يحبوا يجيو ينتصبوا يحبوا البنية الأساسية موجودة. الطريق السيارة موجودة، تليفون موجود، كمبيوتر موجود. أنا ما دام عندي القضية بتاع التشغيل لازم نهيئ الأسباب لكل المستثمرين الذين يريدون أن يستثمروا في بلادهم بلادنا أن أسهل لهم السبل. راجل كيما هذا يا عباد الله، راجل كيما هذا اللي يخمم على تونس بالليل وبالنهار واحنا قادمين، احنا بنخدم بهذا. احنا توا عنا احنا مش نقولكم في بقايا اخرين كيف واحد يحب باش يجدد الرئاسه الدنيا تدخل. احنا متشحتوا فيه يا سياده الرئيس، يعيشوا كل بالك فيك هال 21 عام ولا 22 عام اللي عديتهم معانا فلينا منهم كل خير، والمكاسب تلو المكاسب، والإنجازات تلو الإنجازات، والسمعة بتاع تونس العالمية